دان اسكو داينا سؤاشا كجوابو جيبوتي محاكو قصبة سوماليا انا مركزتي ارنتي دا اي قشو اما اي كهري ويدو وحبادا باكو قصبة هيا رجال الانتين اللي اكتاهي شركان اني وحكا صباحا قفكو مالن كو اي رجها قوص تحق اي دا او قادو معنا واحد كده انت هور انت قف قاسي سادر هذهنا إن لقى قوست معها إن حل قارو إلهي بقول ترجع لي مشكلة كستي أرد عذبه إن حل هذا هاي مركانو مركستي دان جيبوتي رجع قبنا أو رجع ده وحنو قبنا إن مرق حل قاري ما رجعك قبنا وبركة كوبادة إلهي سبحانه وتعالى ومد مد برجوينا يو ومركل بعد ضد في عن أو إنه يصبحان ودانينه داعد أو ضدك وده أون حيو ضدك وده أون حيو مسؤولية صارم قرن يو كعب سنة يا تاريخ دون نعدش أي كل يفندون تو كعب سنة يا إلهي سبحانه وتعالى ما أنت اللي صرت أجو يعني سفطت بقى ما أنت ديجا سو ماله ده الله بناسه ومرك قارك قرنينين قف سو ماله ومرك قارك الدين دليشنا يا مرك قارك محوها يعني إنه إلهي يقول أنا إيش هذا مرنا الله يسمع قبض سين كرو إن أوقفكو قف مساجد كصوب حي إلهي يقول دواد مرنا صورت كلمة مركتة توجا بدر أو ما أنت واحد جرت رأي العام الإلهي دين أن إلهي ديجا أن إلهي ديجا قفكو مسلك السنة وأم بنا إن لو دلو مركا ومشكلة وين أوتها ما ده واحد يوردن أي ولا صعده هذا هو مدى الصوماليات waxaan rabaa dadka inuu gaarsiyo meel qoos ah oo cid kas ay rajo dhigto oo ay ka qoosato in arinta Soomaalida dalka xal loo helo rasax ma qof ilaahay rumaysan marna ilaahay kama qoosto naxariistiisana kama qoosto markasta waa in rajada la hayo in guul la gaarayo saabaan hubaala oo in guul la gaari doono hadii la helo dad wadaniina dad daacad ah dad xilkas ah oo masuulina oo si aqli ah oo farsamo ah u tasarufayo oo hawlahooda u maareynaya hadii la helo قول إن لقاعد يو يا مقطع وإن رجدا فعل قدرة يو حقبض لقدرة هول يللي ما دمر كاسي كس عفمات قبة وصفة عن هولها وما رينا يا بين لا تعان قوشنا ما دسوا مريت بقاعد دنت وده هذا لا نهد الوحيد وهذا هذا الذي هو ينعوف تعسي بكل مقطع لو في النهاية رجينك لو في والله دولة دا قبل كوه كوه صبيه نبض إنا هلا إثيوبيا تقال كصومالي كما سوى ذكرته ما نحي سنكرته أسباب بدأ بينه هاي سنكرين وضو وضع ما احترال كره صومالي هو نجرته أمم المتحدة كميدا من دمات قدولي وردنا كميدا إثيوبيا مركا وضعك ما احترال كرته أمم قمي سنكرته كو ومركا اللي بعد ما حجين كرته ظروفها ظروف بدن أودت ما حجين كرته ما نحي سنكرته طلبها تصدحات ومدى الصوماليات ما توي براروس انتهاي مركات الكود انا حريانا هل قوين بوجران نبسو وجرا او مدى الصوماليات ما يلي دونتو انت ايمي كوجرت ما هدا سي داراتو ان كلا كوبيري دونتا مركا ويل كاستو صومالي و خو دلين دونا سو غوبني ما دونا مركا وحا غوبلدا دولها غوبلدا كو قسبن عالمكا كو قسبن ان نبات صوماليا لغا دليو و ادونكو مانتا وسول رادينيا inta burcad badeed kaar meesha ay ka soo baxday anuu waxaan aaminsanahay inay tahay burcad badeed caalami ah laakiin saydoon ha noqoto haday xitaa ku Soomaali ay yihiin raadka ay ku leeyihiin waad arto maraakibti dhibta haysata caymiska oo kor u kacay dawladda badan oo imka go'doon ku jira oo maxay ahayd ay aad u raadinayso marka cid kasta ku qasban Soomaaliya inay nabad ka raadiso bahala galeen bay noqon doontaa marka hadii saa lagu sidaayo marka maadaama ay sidaa tahay Itoobiyaan waxaan rajaynayaa عبسي باهيسان أو مثلاً إن أو عبسان يسوا تاريخ تدري ده سوماليا إثيوبيا كده حسي من عمرك لقى إجو وردن ده دعالمة أو مركا تصريحات كا عن عقل بدن كوسلة كوجيرن كوه الله يو أديس بن كوسو تكن إنا يو وحيم عن قوانا إنا يو وحنا فافين إنا يو وحى دولت وعبسان يل هدي عبسان لقى سهرة ضدكو ولا نولاشة لقى أنصار دافو مركا إثيوبيا سبب وجيرتو مجريسو صوماليا تاريخ تقول كان آخر سنة وما ضوى كوفان ويدعيفان لكن وما ضوى مدن تام مرقم هذا صوماليا ما تقول كي تعالى ويدعيفان تاي لكن مدن من دونته لأنه مدن تام وما ضوى وعندنا مثلا هاي ولا هذا الكلام إني واحد في عكسه بحدونا إتوبي أنا بين الله تعالى إني
iska gabi doonto Soomaaliya ma haysan karto ah waxyaalaha ma tiran Djibouti uga hareerayna waxa kamid ah matal madaxweynaha Djibouti oo og oo qiimaha ay Soomaalidu ugu fadhido shacabka Djibouti oo og dadka Soomaalidu qiimaha ay ugu fadhiyaan walaalnimada macnaha ihtimaam badan bay siinayaan oo in marna laga hareerin marka waxyaalaha aan isleenahay ee Djibouti kuma hareerayso macnaha waxa bini aadamku isku naxo idaylkeed baa Djibouti iyo Soomaalida ka dhaxaya waxa bini aadamku isku damqado idaylkeed baa shacabka Soomaaliya shacabka Djibouti ka dhaxaya sadaraadid marnaba Djibouti way daba taagnaanaysaa madaxweynaha iyo shacabka Djibouti iyo xukuumadda Djibouti intuba waxa xanuun iyo damqasho ku ah ama xanuun joogto ah ku haya xaaladda Soomaaliya sida ay tahay marka meel ka soo dhawaato meel kale ay ka furmayso iyo walaalahooda Soomaaliyeed oo iyagu isku naxayn walaalahooda Soomaaliyeed oo iyagu isku damqanayn walaalahooda Soomaaliyeed oo taladooda fogeynaya walaalahooda Soomaaliyeed oo marka soo soo dhawaataba cid kale talada Soomaaliyeed gacanta u gelinaya aad baan taana dhib weyn ugu qabnaa maasanta Great.